ممكن ناخد الخديوي اسماعيل معانا الاستاذ محمد وفيق على الهواء بس الاول طبعا يا استاذ محمد اهلا وسهلا ازاي حضرتك افندينا ربنا يبارك فيكم يا رب وانتوا وحشيني جدا وانا سعيد جدا باللقاء معاكم كان نفسي اكون معاكم الحقيقه والله واحنا يا استاذ القعده ناقصه من غير الخديوي مكانك اهو عايزين الخديوي معانا انت بتتفرج انت كتير كده واجي لكم من اسكندريه اجي على القاهره تنورنا يا استاذ محمد حضرتك بتتفرج دلوقتي شفت طبعا كذا حد عمل دور الخديوي اسماعيل والخديوي سعيد وكده انت ذكرياتك ايه مع الخديوي اسماعيل جبت تفاصيل الشخصيه غير الورق منين انا اولا ما كنتش هعمل الخديوي اسماعيل في الاول برضو ايه الحكايه ده المسلسل ما كنتش حد حابب شخصيته ليه بس انا الحكايه هقول لك على شخصيته في الاول الدور اللي عمله الاستاذ اسامه عباس تمام وبعدين كان مرشح للدور ده الاستاذ الفنان حسين فهمي والاستاذ حسين فهمي لحسن الحظ اعتذر تمام بس انا كنت بحب جدا برضو دور اسماعيل المفتش لاني حاسس ان في كميه تمثيل اكتر تمام واقوى تمام الخديوي اسماعيل ما فيهوش غير انه بيقدم شخصيه تمام وصعبه على فكره جدا شخصيه صعبه خصوصا التاريخ التمثيلي لهذه الشخصيه عفوان ظيم والحاجات دي لا اتفقنا مع الاستاذ محفوظ والله يرحمه الاستاذ ابراهيم الصح ان احنا نقدم الشخصيه ببساطه وانا مش هكذب عليك واقول لك ان انا درست في اعماق التاريخ ودورت ومهما درست ودورت ما كنتش هلاقي الشخصيه دي تمام الشخصيه دي من صنع برضو محفوظ عبد الرحمن فانا لقيتها جوه الكتابه يعني من الكتابة أنا خدت الشخصية دي طب يا أستاذ محمد أنت عارف أن شخصية الخديوي اسماعيل أثير عنها أقاويل كثير جدا جدا وبعض الأحيان يقال أنها ظلمت تاريخيا أنك راجل مسرف ومستهتر و هل لما أديت الشخصية فضلت هذه الصورة في ذهن حضرتك ولا اتغيرت لأنه راجل عمل بدايات إصلاح وتحضر لمصر زي ما ونهضة أنا بعد ما خدت الشخصية وابتديت امثلها فعلا ابتديت اقرا بقى عن الشخصيه دي وقريت كتب كتير جدا عن الشخصيه دي لكن مش عن تفاصيل الشخصيه نفسها عن اللي عملته عن اللي عمله اسماعيل واكتشفت انه ظلم تاريخيا ولا طبعا ظلم تاريخيا جدا بس ما ظلمش في المسلسل اسماعيل لما استدان ما كانش الدين شخصي هو كان ابتدى فعلا في الاصلاح واصلاح زي ما بيقولوا يعني اصلاح البنيه التحتيه تمام يعني عمل حاجات كتير جدا في مصر انجازات الخديوي اسماعيل يعني طبعا وسط البلد وقدام الحرب الامريكيه ابتدت فالقطن الامريكي ما كانش موجود القطن المصري عالي جدا بقى عنده فلوس ابتدى يشجعه على بداية الاصلاحات بعد كده الحرب الاهلية الامريكية انتهت وقفت طب يقف ولا يعمل ايه فكان لازم يستدين عشان يكمل ما بدأه يعني لكن الاستدانة كانت قليلة يعني لو استدان 5 مليون اللي اتصرف 30 مليون وكان في محلها لكن ما خدش مش الخمسة مليون استدانه واللي اتصرف 2 مليون والثلاثة مليون الله اعلم راحوا فين لا العكس مش عايزين نقلب المواجع استاذ محمد في ليله حلوه من سمسره استاذ محمد شكرا نورتنا وشرفتنا وكل سنه وانت طيب وتيجي باسكندريه بالسلامه ان شاء الله